طبعا احنا كممثلين للمملكه كشباب سعودي يحذو حذو من سبقه من عظماء المملكه العربيه السعوديه، نطمح دائما للافضل، طموحنا السماء وباذن الله تسمعون عنا كل خير ان شاء الله. شعوري حاليا اني انا الحين طالعه من المملكه العربيه السعوديه عشان امثلها في محفل عالمي دولي للبحث العلمي لطلاب لسه صغار في المرحله الثانويه والمتوسطه، شعور يعني جدا يملئني بالفخر، وخصوصا ان هذا مو بس نجاح أريج، هذا نجاح أشخاص مرة كانوا كثير ساعدوني في هالمرحلة، ومنهم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع اللي دعمونا حنا الطلاب الصغار إن نوصل شيء كبير ونشتغل على أبحاث، وإن شاء الله بإذن الله هذه مو النهاية، هذه بداية القصة أكبر بإذن الله. صراحة تمثيل المملكة فخر وشعور لا يوصف، وإن شاء الله نمثل مملكتنا الحبيبة وموهبة وبلدنا خير تمثيل. هذه ثاني مشاركة لي في المعرض الدولي للعلوم الهندسة بعد فوزي المركز الأول السنة الماضية والمركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم الهندسة آيسف، بالإضافة إلى جائزة خاصة. بس المسابقة وكل واحد التقيت فيه شجعني، الوالد، المدير من المدرسة، كل الإداريين من موهبة، الطلاب، زملاء، كل موجود هنا جاهز بس يحمسني على المسابقة وجاهز إني أفوز والله. فهلنا الفوز كبرى وخاصة وأعلى مراكز، نشرف الوطن بإذن الله. يشارك 35 طالب يمثلون المملكة العربية السعودية في مسابقة المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف الذي سيقام في أطلانتا، سينطلقون بعد قليل إلى مطار الملك خالد الدولي ومن ثم إلى أطلانتا. هؤلاء الطلاب مشاركين في تخصصات علمية نوعية، سيمثلون بإذن الله مستقبل عالي لرؤية المملكة 2030 في كافة المجالات العلمية. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله.